السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين ناخد سيكشن مثلا في الجزئية دي نحط التفاصيل، فهاجي هنا اقول له انا عايز سيكشن مثلا من هنا لهنا، واقول له go to view، ونبدأ بقى نشوف ايه التفاصيل اللي احنا عايزين نحطها بالشكل دوت. ممكن نخلي مثلا ده لكله، ممكن نخلي ليفل معين. اول حاجة اعملها ان انا احط الدايمنشن مثلا من هنا، مثلا لهنا لهنا، هنا بالشكل دوت. وممكن بقى تضيف بعض التفاصيل، ممكن مثلا من الباب دوت لده للحائط، طيب هنلاقي في كلام بدأ يدخل في بعض الكتابات ديت، فممكن اعمل سيلكت وابدأ اسحب من النقطة دي حاجة بالشكل دوت بحيث ان الكلام ما يكونش متداخل. لو في اي حاجة ممكن متبقاش واضحة ممكن ابدأ اعدلها شوية، انزلها مثلا تحت كده بالشكل دوت. برضو الدور اللي تحت نقدر نعمل له دايمنشن ممكن مثلا من هنا لهنا، وهكذا. وانا احط تاج الكيس وورك، تاج هبقى في الانوتيشن، خلينا نبدأ نسحبها كده لتحت T1. وبرضه هنا TG، ممكن نقول احنا مش عايزين ليدر، تيجي نوتاج للول. طيب هنقول له احنا عايزين للول، والول طبعا سهل ان احنا نقول له مثلا دي W1 مثلا بالشكل دوت. وممكن يكون في بعض ال عايز تضيف مثلا كينوت مثلا، فتقول له كينوت نقدر نقول له ان ده درينج. ودي هنخلي فيها ليدر بالشكل دوت.